وتابع أخبار الثامنة. قدم البرلمان الصومالي دعما قويا لرئيس الوزراء نور حسن حسين وحكومته للانتقالية التي أقالها أمس الرئيس عبد الله يوسف أحمد. في غضون ذلك حث الاتحاد الإفريقي المسؤولين الصوماليين على تخطي خلافاتهم والعمل معا من أجل إقرار السلام في بلد تسوده الفوضى. مع حالة التوتر التي تعيشها الهند وباكستان، الجرتان النوويتان، وذلك بعد تفجيرات المبادئ المتهمة بالوقوف ورائها جمع